اليوم خرجنا في هذه الوقفة المنددة بعملية الاغتيالات الاعتطال لأفراد القوات المسلحة والأمن داخل المدينة، وكل أبناء تعز الذين يقاومون هذا الانقلابيين وهذه الميليشيا يدركون تماما أن من يقف وراء هذه الاغتيالات هي أيادي عفاش والميليشيا. بعد أن عجزوا عن مواجهة أبطالنا في القوات المسلحة والأمن في الجبهات وفي أطراف المدينة، تحولوا إلى أداة أو أسلوب قذر يطال أفراد القوات المسلحة والأمن داخل المدينة.